لقد تحركت الشمعة، أحس هذا وأفهمه، بل أنا واثق منه. سيقولون إنها هلوست شيخوخة في أغوار عقل شيخ أضناه تصلب الشرايين، لكنني أعرف تماما الفارق ما بين الهلوسة والواقع. لم يزل الحاجز الواهن بين الحالتين بعد. لماذا تحركت الشمعة إذن؟ أنتم تعرفون من أنا. 14 ساعة أقول لكم من أنا، لكني لست واثقا بعد من أنكم جميعا كنتم جالسين في الممرات السابقة. لهذا أردد الأسطوانة المشروخة، أنا رفعة إسماعيل، أستاذ الدم، الشيخ أعزب، أمضى حياته في مطاردة أسرار ما وراء الطبيعة، واليوم يحكي لكم خبراته المروعة. لماذا؟ لأن هناك من يجدون أعمق اللذات في الخوف. النهاردة اخترت أكلمكم عن حلقات نتفليكس، مسلسل ما وراء الطبيعة، إنتاج محمد حفظي، إخراج عمرو سلامة، شارك فيه عدد من الممثلين المصريين، وكانت المفاجأة الحقيقة البطولة لأحمد أمين. أحمد أمين بتاع الستاند أب كوميدي، اللي بيقدم أعمال كوميدية، اللي بيقدم برامج كوميدية، برامج اجتماعية، لكن كان اكتشاف حقيقي الأداء المذهل لأحمد أمين في مسلسل ما وراء الطبيعة. مسلسل ما وراء الطبيعة أول مسلسل أو عمل مصري يزاع وينتج على نتفليكس. الحقيقة أنا فخور أنه مصر بتقدم أعمال بالشكل ده، ومصر تبقى موجودة على الساحة بالشكل ده. لكن خليني الأول قبل ما أدخل على ما وراء الطبيعة أكلمكم على العراب، الأستاذ أحمد خالد توفيق رحمه الله، الصديق والدكتور العزيز المحترم النبيل الذي عاش حياته مؤمنا بالكلمة وبالكتابة، اللي قدم فن سموه البوب آرت. يعني كان نقاد كتير بينتقدوا أحمد خالد توفيق، لكنه كان الرقم الصعب. أحمد خالد توفيق كان الأكثر توزيعا، الأكثر تأثيرا في الشباب، خصوصا اللي تحت سن العشرين. كلنا تابعنا أعمال الدكتور أحمد خالد توفيق وشفنا شغله الكبير والمحترم. هذا هو الدكتور أحمد خالد توفيق، اللي الحقيقة قدم مجموعة كبيرة جدا من الأعمال. طبعا الأعمال بتاعته بتعلق بالتاريخ والأدب. كلكم شفتم سلسلة سفاري الطبيب علاء عبد العظيم، اللي اشتغل في وحدة طبية دولية في أفريقيا اسمها سفاري. كلنا شفنا أعمال وما وراء الطبيعة، هذه السلسلة الخيالية عن طبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه رفعة إسماعيل. وطبعا بيتكلم عن حوادث خارقة تعرض لها في حياته بدءا من العام 1959، او الحكايات اللي بتجيله من اي شيء او في حياته، او رسائل او جوابات من شخصيات مختلفة حوالين العالم سموا بعلاقته بعلم الخوارق. الله عليك. اما انا فاريد ان يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون. هذا هو الدكتور أحمد خالد توفيق. والحقيقة أنه الدكتور أحمد خالد توفيق ليه جمل عظيمة في الرواية، سواء عرضتها نتفليكس أو الأعمال اللي قدمها قبل كده، وهي أعمال مهمة جدا الحقيقة وأثرت. طبعا في العمل في رزان جمال، في سماء إبراهيم اللي عملت رئيفة، في آية سماح اللي عملت دور هويدا كان دور عظيم جدا، الموسيقى خالد الكمار، المونتاج أحمد حافظ. مسلسل من 6 حلقات، كل حلقة أكتر من 36 دقيقة، اتذاع على نتفليكس، أدعوكم كلكم تشوفوه. وأخذ قائمة مهمة جدا في مشاهدات الأفلام على الإنترنت. الحقيقة العمل بيدور يعني أعمال سلسلة ما وراء الطبيعة اللي أراه، وأنا لم أقرأها وأنا طفل، قرأتها الحقيقة، قرأتها وأنا شاب. حتى كنت بقول للدكتور أحمد خالد توفيق الكلام ده، وهو كان من الذين يشرفوني بالكتابة معي في مجلة الدوحة. نحن كنا نتشرف بقلم، وقلم الدوحة كان بيكتب فيها عدد كبير من الكتاب، دكتور عبد الوهاب المسيري، الدكتور جلال أمين، مجموعة كبيرة منهم الدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة تشرفت بصدقته وبكتاباته، لدرجة أن أنا وجدت إيميل منه بعد ما مات في 2 إبريل 2018.
الحقيقة كان بيلعب دور مهم جدا في إعادة الوعي إلى الشباب وإحياء الثقافة وإحياء الفكر. شخصية رفعت إسماعيل اللي أداها أحمد أمين في رواية ما وراء الطبيعة اللي قدمتها نتفليكس، الحقيقة عمل دور مهم جدا، إلا هو مش راجل بيعيش على الأوهام، أو مش راجل بيعيش يجري ورا الأساطير، لكنه رجل يكتشف الأوهام ويقول إنها غير حقيقية، سواء النداهة اللي عندهم، بيت الخضراوي اللي موجود في الريف واللي كانوا بيلعبوا فيه خلاويص، يلعبوا استغماية، الأطفال اللي موجودين فيه، العفريتة أو الموميا اللي موجودة في البيت، الكهف، رحلة الكهف. وكان بيحاول رفعت إسماعيل، هو بطل لكنه بطل ليس بخارق، دايما الأبطال زي زورو أنطونيو بانديراس. أنا قابلت أنطونيو بانديراس في مهرجان السينما في أبو ظبي، واتكلمت معاه كتير في مسألة الخوارق، يعني نبقى نرجع بعدين لأنطونيو بانديراس ونشر لكم صوري معاه. لكن أحمد خالد توفيق ما اعتمدش على الخوارق اللي موجودة في الكتب الغربية، دايما الأفلام أو المسلسلات اللي اتعملت بيبقى فيها إيحاء من الكتب الغربية، من أيام عفريتة هانم وإسماعيل ياسين في متحف الشمع، والحاجات اللي هي بتدور على الخرافات دايما كان ليها يعني شكل معين تتفرج عليها تضحك، يعني مش متقبلها. لكن أحمد خالد توفيق قدر يحط في ذهنك هذه الشخصيات الأسطورية، شخصياته مش اللي هو كان دايما بيقول في لقاءاته والحوارات اللي اتعاملت معاه، يعني اني انا ما بعملش شخصيات الوسيم الجميل. حتى في الفيلم هو بيدخل هو وهويدا خطيبته بيدخلوا سينما، فيشوف فيلم شكري سرحان قنديل ام هاشم، قنديل ام هاشم روايه الكبير الجميل يحيى حقي، وهو واحد من اعظم الكتاب اللي كتبوا القصه القصيره او الروايه القصيره في الادب العربي، في بواكير الادب العربي. فبتقول له الممثلة اللي هي عملت دور هويدة، بتقول له هويدة أنا نفسي أبقى فتى أحلامي شبه شكري سرحان. فدايما شخصيات أحمد خالد توفيق إن البطل مبقاش جميل، حتى البطلة متبقاش جميلة، ولكن ما تبقاش بتنزل من طيارة زي زورو زي أنطونيو بانديراس زي الأعمال العالمية، بتبقى بطل بيعتمد جماله في عقله، يعتمد على العقل على الفكر. لذلك هو كان دايما بيحاول يبطل السحر، يقول له مفيش نداها في القريه، مفيش حاجه في بيت الخضراوي اسمها السحر، مفيش الحاجات اللي بتخوفكم، مفيش العفاريت، مفيش. بيحاول يكشف الاساطير، بيحاول يبحث عن الاسطوره فيفككها. يعني هذا هو احمد خالد توفيق في اعماله ما وراء الطبيعه، او الاعمال اللي لو انتوا قريتوا الاعمال بتاعته زي ما وراء الطبيعه والاعمال دي، سلسله من السلاسل اللي بيشتغل عليها احمد خالد توفيق. دي ما وراء الطبيعه هي سلسله كبيره طبعا، وكتب احمد خالد توفيق بعت 15 مليون نسخه، دي سلسله احداث خارقه للطبيعه في عوالم الخيال وعوالم الاسطوره، بتدور طبعا في الخيال، والحقيقه صدر منها 80 عدد لحد ما دخل خالد توفيق لاسطوره الاساطير الجزء الثاني اللي انهى فيها حياه رفعت اسماعيل بمرض عضال. طبعا بدايه ظهور الشخصيه بتاعت ما وراء الطبيعة أو الدكتور رفعت إسماعيل بدأت سنة 93 لما كان بيحكي عن مغامراته مع دريكولا وبتاع، وانتهت في 2014 لأحمد خالد توفيق مقالات مهمة جدا، كتابات مهمة جدا. لكن الحقيقة ما وراء الطبيعة فيها الخيال الكبير، فيها إنه يبقى في عمل عربي مصري موجود بالشكل ده، في الخيال ده، في الجمل المهمة جدا، بيعتمد على قوانين ميرفي. فبيقول له مثلا ما قانون ميرفي، ما إن تجلس أمام قدح القهوة وتهيئ نفسك لتناوله والاستمتاع به فسوف يطلبك أحدهم ويقوم بإشغالك حتى تبرد القهوة. طبعا الرواية الـ اسمها إيه الـ 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 اسمها إيه العمل المسلسل في نتفليكس، هو بيقول له القهوة بتتدلق في البداية، فبيقول له دلق القهوة خير. فيعني بيقول له يعني هو لازم الـ القهوة الخير يعلن عن وجوده بدلق القهوة، أو عنده مشكلة مع شخصية، أو عنده ضغينة مع الكافيين مثلا. من ضمن الجمل المهمة في الرواية أو في المسلسل إنه قانون ميرفي اللي هو اعتمد عليه، إن فرصة نسيان شيء مهم تتناسب مع وراح نسي. برضو من ضمن الحاجات المهمة انك في قانون ميرفي، قانون التغيب، لو اختلقت سبب ما لتبرير تغيبك عن العمل لمديرك فسوف يحدث لك هذا السبب المختلق بالفعل في اليوم التالي.
الحقيقة طبعا هو ما وراء الطبيعة من الأعمال اللي تتشاف، اللي أنت بتستمتع وأنت بتشوفها. الأداء بتاع أحمد أمين، أداء آية سميحة، أداء رئيفة اللي هي سما إبراهيم، أداء ماجي اللي هي قامت بدورها رزان جمال، الطفلة الجميلة اللي عملت الدور بتاع شيراز. والحقيقة الطفلة دي يعني أنا هلاقي لكم صورة ليها، كان في صورة عندي للطفلة اللي عملت الدور بتاع شيراز، أنا حطيتها هنا بتهيألي أهي. البنت دي عاملة الدور حلو قوي، طبعا هي في سنانها متكسرة من قدام في العمل في المسلسل وكده. الحقيقة أنا مستمتع وأنا مبسوط، وأكثر سعادة وأكثر قلق وأكثر بهجة وأكثر فرح، لأنه دكتور أحمد خالد توفيق كان يتمنى إنه أعماله تبقى موجودة سينما، تبقى موجودة تلفزيون. كان حلم عند الراجل ده إنه يبقى له عمل. وكان لما كان بيكلمني عن إنه عايز أعماله تذاع في التلفزيون، تتمثل وتؤدى وتقدم، كان حلم. يا خسارة الحلم شافه بعد ما مات المخرج عمرو سلامة اللي وعد الدكتور أحمد خالد توفيق إنه هيقدم له العمل ده، ووعد ووعد شرف يعني إن الأعمال دي هتبقى موجودة. الحقيقة تنفذ الوعد بعد رحيل الدكتور أحمد خالد توفيق في 2 أبريل 2018، واللي هو اتكتب على قبره الشباب في طنطا. الراجل ده اتولد في طنطا، عاش في طنطا، درس طب في طنطا، وأصر يعيش في طنطا، ما انتقلش، لم تنداه نداهة القاهرة. عاش فترة قصيرة يعني جدا في دولة عربية، كان شغل يعني، لكن ما استحملش ورجع تاني. فالجملة دي اللي عايز اجيبها لكم هي اللي اتكتبت على القبر بتاعه، كتب على قبره جعل الشباب يقرؤون. الجملة دي الحقيقة كتبوها على قبر الدكتور أحمد خالد توفيق، وكانت من الجمل المهمة اللي اتكتبت على قبر هذا الكاتب الجميل أحمد خالد توفيق. طبعا شخصية أحمد خالد توفيق هنا دي ما وراء الطبيعة، يمكن الشبه قريب قوي من أحمد أمين. أحمد أمين أداؤه الحقيقة يوازي إبداع هذه الرواية. الحقيقة أحمد أمين أدى في هذه الرواية بشكل عظيم، يعني الأداء الفني لهذا الفنان اللي قدر مع السجاير، مع الأرق اللي عاشت فيه الشخصية، مع تشغيل عقله طوال الوقت، مع مشهد هما في بيهربوا الموميا وياخدوها علشان يدفنوها، مشهده في بيت الخضراوي لما تخيل أسرته كلها، سواء رئيفة أخته أو جوزها أو العيلة كلها، بتتشنق أو تشنق نفسها أو تموت. هذا الخيال اللي هو كان مجرد خيال في دماغه قدر أحمد أمين يأديه بشكل بارع. الأداء اللي رجعك لأيام كده عماد حمدي، لأيام شكري سرحان، لأيام الشخصيات اللي كمال الشناوي. يعني كمال الشناوي ده من أوائل الممثلين اللي قدروا ينقلوا التمثيل السينمائي من المسرح إلى السينما. يعني يوسف وهبي كان دايما تمثيله يا ضربات، يمثل دايما مسرح، أدائهم كلهم كان مسرحي، هو الأداء المسرح. يمكن من أوائل الفنانين اللي قدروا ينقلوا، يعملوا النقلة من المسرح للسينما، يمثل السينما، هو بدأت مع كمال الشناوي والمجموعة دي وتطورت بعد ذلك. فأحمد أمين الحقيقة عمل الدور ده ببراعة. نقلت الكاميرا معلش. من المشاهد المهمة هنا مشهد اللي أنا عايز أوريه لكم، إزاي إن أنت يبقى عندك حلم إن أنت تحب حد فتروح وراه لآخر العالم، بتجيله ماجي من آخر الدنيا عشان تكون معاه، وهو بيحبها لكنه عاجز إنه يقول لها إن هو بحبك. طبعا هي بدأت الحلقات كانوا 6 حلقات، عنوانهم نتفليكس، البيت ولعنة الفرعون والكهف والنداهة والجاثوم والعودة للبيت. فهي كانت معاه في المغامرة وخاضت معاه المغامرة ماجي، وعملت الحقيقة رزان جمال عملت الدور بشكل مبهر وشكل جميل جدا. من الجمل المهمة في هذا العمل أو في ما وراء الطبيعة إن أنت تقدر تلاقي جمل قصيرة، جمل حلوة، جمل محبوكة. العمل قعد ترند وما زال ترند على تويتر وعلى السوشيال ميديا لحد دلوقتي، لانه فعلا الاداء الفني اللي فيه، الكادرات، التصوير، الاخراج، الزوايا، عمرو سلامه وزمايله اللي في الورشه اللي معاه، اللي اخرجوا الحلقات او شاركوا في اخراجها معاه، عملوا كادرات هايله، كادرات مناسبه جدا. مش عايز اقول لك
لتصوير الصحراء وبيت الخضراوي وتصوير البيت بتاع دكتور رفعت اسماعيل، لا ده وازو الكتابة نفسها، كأنك انت طالع من الكتاب نفسه بتاع الدكتور احمد خالد توفيق. يعني النص الحقيقة العمل الفني يوازي النص. انا عايز اقول لك ان مفيش رواية اتعملت عمل فني او فيلم او مسرحية، او يعني مثلا قنديل ام هاشم الرواية، كل الاعمال الأدبية جان فالجان بتاعت فيكتور هوجو اسمها ايه، البؤساء عملها الف فنان، اعمال كتيرة جدا، اعمال اجنبية او مصرية، فريد شوقي، انور وجدي، الرواية اعظم. قلت للفنان الكبير جمال سليمان في مصر، كنا اصدقاء، كان بيعمل ذاكره الجسد لاحلام مستغني، قلت له يعني خالد بن طوبال بطل الروايه، هذا اللي اتقطع دراعه، الفنان التشكيلي، هذا الذي يحلم بالجسور وبقسطنطينه والاحلام وتحرير الجزائر والثوره الجزائريه. فجمال قال لي بص يا سامي، انا متفق معاك، لن تكون هناك عمل فني، مسلسل، مسرحيه، فيلم يوازي جمال او ابداع الروايه، فطبيعي انه ما فيش عمل يبقى زي الروايه. لكن هنا اقترب الحقيقه احمد امين من دور دكتور رفعت اسماعيل في التقمص بتاع الشخصيه. كلنا عشنا رفعت اسماعيل، وكلنا شفنا الشخصيه لما قرينا ما وراء الطبيعه، لكن ازاي هو قدر يجسد الشخصيه بالشكل ده، ازاي هو قدر يعملها بهذا الشكل الاحترافي. الجمل اللي في الروايه يا جماعه، توقع الأسوأ لأن ده اللي هيحصل، الواحد لو قدر يحكم على قلبه كانت الناس كلها ارتاحت. مذهل قوي الفرق بين طموح الإنسان واللي بيقع في نصيبه. الجزء اللي هتكسل تذاكره هتلاقيه أول سؤال في الامتحان، لقد مللت من التحدث إلى البشر، الأمر متروك إلى ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة هنا اللي هو الخروج من إطار الكوميديا لأحمد أمين. ما وراء الطبيعة، انه هل في حاجة وراء الطبيعة، هل في خوارق؟ انا بدعوكم طبعا ان انتوا تشاركوا في التعليقات، هل فعلا في خوارق، هل في حاجات فيما وراء الطبيعة، هل الانسان بيعمل له يعني انا كنت زمان عندنا في الصعيد امشي في الزرع بالليل واقعد اشتم اقول له يا عفريت يا ابن الكلب اطلع لي، فين العفريت ابن 60 الكلب، انا عايز اشوفه. كنت عيل صغير يعني في اعدادي تقريبا، بس مشغول ستي وخالتي واهلنا وناس كتير يحكوا لنا ان في عفاريت وفي اساطير بتحكي وكده، وما اعرفش العفريت عمل ايه، وابو رجلي مسلوخه، والقصص الحكاوي اللي انتوا عارفينها. فكنت بقعد ادور هل في عفاريت فعلا، هل موجود العفريت ده بجد. احكوا انتوا قصصكم، قولوا لنا في عفاريت، في شخصيات بتبقى موجوده بالشكل ده، بتبقى موجوده في الواقع ده ولا لا. عايز اقول حاجه بس، خايف الناس بتوع المسلسل اللي هم ملهمش في السياسه يزعلوا مني. كما كان احمد خالد توفيق نبيلا وعظيما في كتاباته، وجعل الشباب يقرؤون، يعني كان ايضا نبيلا في موقفه الانساني وموقفه السياسي. فكروني اكلمكم على اليوتيوب، بس عايز اوريكم حاجه مهمه جدا للدكتور احمد خالد توفيق. الحقيقه كان لهذا الرجل موقف محترم من ربعه ومن محمد مرسي. هنا يقول: كان مرسي هو الوحيد في التاريخ الذي مارس عمله بلا شرطة ولا قضاء ولا إعلام، ولو رحل فلأن المؤامرة ضده قد نجحت بكفاءة، وهي مؤامرة شارك فيها الجميع بما يشبه السر. يعني كل الناس شاركت في المؤامرة اللي اتعملت ضد مرسي. أنا هفاجئكم بحاجة تانية، كتير من الكتاب، او بص مش شرط تتأيد السيسي ولا تقول عليه ايزنهاور زي علاء الاسواني لا، لكن هذا الرجل، انا لا اريد ان اتحدث عن احد غير احمد خالد توفيق الان، هذا الرجل كان له موقف عظيم من مذبحه رابعه، اللي كلنا مش اخوان، كلنا كنا بنهاجم الاخوان ونشتمه ونتخانق معاهم، لكن لحظه الدماء، لحظه الانقلاب عليهم، اللي بيفهم سياسه، اللي عنده وطنيه، اللي عنده نبل وحفاظ على الدولة ومؤسساتها وجيشها، يكون موقفه زي موقف الدكتور أحمد خالد توفيق. هوريكم موقف أحمد خالد توفيق من مذبحة رابعة إزاي. ده مقال كتبه أحمد خالد توفيق في جورنال التحرير يوم 19 أغسطس 2013. عزاء بالجملة: الدم المصري كله حرام، وهذا مبدأ لا يتجزأ، ليست هناك دماء أغلى من دماء. المبدأ الثاني هو أن العنف لا يحسم أي شيء،
ولا يولد إلا العنف. وما يحدث اليوم كابوس بكل المقاييس، أعتقد أنني سأفيق منه لأجد أننا ما زلنا يوم 12 فبراير 2011 نحتفل بتنحي مبارك. وعدت بالصمت، لكن الصمت هذا الأسبوع جريمة، يجب أن أؤدي واجب العزاء ثم أصمت. عزاء حار لمصر التي تمر بلحظات من أقسى وأخطر لحظات تاريخها في حرب شوارع حقيقية، وبلمحة بصر صار المشهد لا يختلف كثيرا عن لبنان والجزائر أيام الحرب الأهلية وسوريا الآن. لقد مات الأمن والأمان، وصارت الشوارع خطرة فعلا، وصار بوسعك أن تجلس في بيتك وتسمع طلقات الرصاص في الشارع. هذا موقف أحمد خالد توفيق من المذابح، من الانقلاب، من الأحداث اللي تمت في مصر. عرفت ليه ظل هذا الرجل مبدعا حقيقيا؟ أحمد خالد توفيق عنده موقف مهم من رابعة، يا رب أكون حطيته هنا أو نزلته أو لقيته. عنده موقف، هذا الرجل في ذكرى رابعة قرر أن يوقف مقاله، خلى مقاله صفحة بيضة من غير أي حاجة. كان بيفكرني بمجدي مهنا في المصري اليوم، لما بتحصل كوارث كبيرة في مصر فبيبيض مقاله، يسيب المقال مكان مقاله في الجورنال أبيض من غير كتابة، لا يسود بالحبر. هنا أحمد خالد توفيق بيعتذر عن كتابة مقال هذا الأسبوع لموقع اليوم الجديد حدادا على مجزرة رابعة العدوية. يعترف الرجل بمجزرة رابعة وأنها كارثة بكل المقاييس، ويدين مجزرة رابعة ويدين ما حدث فيها. حقا يستحق أحمد خالد توفيق، يعني الحقيقة يستحق التقدير لهذا الموقف، ومش غريبة عليه، مش غريب عليه الموقف ده. وسبحان الله ربنا أراد له أن يكرم فيبقى موجود في نتفليكس بشكل عالمي، لغات العالم، أغلب لغات العالم الآن تشاهد عمل يكتبه هذا النبيل صاحب هذا الموقف السياسي المحترم والموقف الوطني والموقف المصري المحترم. الحقيقة كمان الفانتازيا اللي موجودة في أدب أحمد خالد توفيق واللي شفناها في المسلسل مع الموسيقى الرائعة، موسيقى خالد الكمار، الحقيقة كأنها خارجة من بين سطور كتابات الدكتور أحمد خالد توفيق. من الحلقات المميزة حلقة بيت الخضراوي وحلقة الكهف الحقيقة، والبناء الأسطورة إنه الراجل اللي أكله هذا الحيوان الغريب الشكل يفضل عايش بعد كده، ويدوروا على طريقة إنه ينقذوه بيها أو يطلعوه بيها. الحقيقة كمان إنه ناس كتير من جيلي قروا وهم صغيرين مقالاته في مجلة الشباب، مقالات كان بيكتبها في مجلة الشباب، كنت أقرأ مجلة الشباب أحمد خالد توفيق، إسعاد يونس، الأستاذ عبد الوهاب مطاوع صاحب بريد الأهرام ورئيس تحرير مجلة الشباب، وقابلته لما التحقت بالعمل في، أنا اشتغلت في الأهرام وأنا في الجامعة 2002 تقريبا، فكنت لسه مخلص الجامعة في آخر سنة ورحت اشتغلت في الأهرام، وكنت ألتقي بالعظماء بصراحة من الكتاب، أنيس منصور، دكتور مصطفى محمود، عبد الوهاب مطاوع، سلامة أحمد سلامة، صلاح الدين حافظ، غير صلاح حافظ بتاع روزا اليوسفي القديم طبعا. فالحقيقة وكنت أشوف أمر، كان هنا مكتب نجيب محفوظ، كان هنا مكتب توفيق الحكيم، طبعا أهرام مؤسسة كبيرة في الأدب والثقافة والسياسة. فأنا فخور أن على IMDB موقع بيانات الأفلام على الإنترنت يحتل مسلسل مصري هذه المكانة. كل الشكر لعمر سلامة محمد حفظي على هذا الإبداع، على هذا الشغل المتميز. كل الشكر لخالد الكمار على هذه الموسيقى. الحقيقة مش عايز أنسى الأبطال، كلهم أبطال، اللي عمل أخو أحمد أمين، اللي عملت أخته، الطفلة الجميلة، الأطفال الموجودين في المسلسل، الناس اللي في الريف، الناس اللي في العزا، الشخصيات البدوية اللي في الكهف، كلهم عملوا أدوار حقيقية لعمل متميز يقول أنه لا يوجد وهم إلا داخلك، أنت تزرع الوهم داخلك تقدر تتغلب عليه، أنت تستطيع بعقلك أن أنت تتحكم في أي أوهام، وأنه طول الوقت لازم تخفف من قلقك، من توقعاتك، من خيباتك، لأني في الآخر الخيبات تعود بالألم عليك. الحقيقة كمان عايز أوريكم مشهد هنا، بس مش عارف لو عرضت مشاهد هيقفلوا
هيقفلوا لي القناة. طيب عموما، عمت صباحا ومساء يا دكتور، تحقق لك الحلم الجميل، وسبحان الله يوم يتعمل لك عمل يبقى عالمي. والحقيقة أنا اللي بشكرك وأترحم عليك، عليك رحمة الله وبركاته. يعني عاش أحمد خالد توفيق كاتبا متميزا. يوتوبيا أحمد خالد توفيق كان موقفه من ثورة يناير عظيم بالمناسبة، كان بيتكلم عن ثورة تونس، يقول يلا الشباب اطلعوا، كان منتظرهم يطلعوا. أحمد خالد توفيق كان بيكتب مقالات غاية في الإبداع. رواية يوتوبيا بتتكلم عن إيه؟ وكأنها تنبؤ بالعاصمة الإدارية. رواية يوتوبيا كانت بتبيع في الشهر 1000 نسخة و12000 نسخة في السنة، وبعد كده عدت. ويوتوبيا بتتكلم عن المجتمع المصري مجتمعين، مجتمع الفقراء ومجتمع الأغنياء. الأغنياء يحط نفسهم بسياج كبير ويعزلوا نفسهم على الشعب المصري ويحرسهم مارينز أمريكاني، وبعد كده يخرجوا يصطادوا الفقراء ويلهوا بيهم، يلهوا بقتلهم. ده اللي يمكن بيتحقق في العاصمة الإدارية، في الكامباوندز اللي بتبقى موجودة دلوقتي، في العزلة للشعب المصري، إنه الفقراء يزدادون فقرا، الأغنياء يزدادون غنى. سعدت بيكم، ما مش قادر اتكلم عن العمل كله بصراحة، بس يعني قد ما ساعة الوقت كلمتكم عنه، وبرحب بأسئلتكم وأتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.